هذه المثال القوي للتنشئة الاجتماعية. التنشئة الاجتماعية بمعنى أساس العائلة تحديدا أو أساس الطفل والغريزة اللي داخل الطفل. مهما يكون الطفل سيء جيد سلبي إيجابي، الأساس الأول من التنشئة الاجتماعية. أما الطريقة الثانية اللي يتكلم فيها أبو عبد الله اللي هي طريقة التحدث والتلعثم والأمور هذه، يعني ممكن بالبعض ما يعرف إن في مراكز بعضهم طال عمرك يفقد الأمل في ولد إنه إيش يبقى متلعثم، خلاص هذا ما عاد في ثقة، هذا ما عاد في شيء. لا، في مراكز تتكفل بالأمور هذه بحيث أنها تمرن الطفل من شخص متلعثم أو طفل متلعثم إلى طفل متحدث مع إيش؟ مع مرور الوقت. عموما التنشئة الاجتماعية تعتمد على شيء، يا سلبي يا غريزة سلبية يا غريزة إيجابية، بحيث أن الطفل يروح بأي مكان راح يكون ردة فعله أمام الشخص اللي بيتكلم معه أو الطفل اللي بيتكلم معه تكون ردة فعل إيجابية أو تكون ردة فعل سلبية. سعد يوم يقول تنشئة الاجتماعية الوالدين بعضهم طال عمرك هذه من السلبيات، بحيث ما هو يضرب، بحيث أن نقول بمعنى أنه يخاصم أو يصيح أو الأمور زي كذا، فهذه ترجع على اهتزاز أو ارتجاف في ثقة الطفل.